كيف الحال عبد الواحد؟ حياك الله. شلون اليوم؟ زين الحمد لله. هون الألم؟ اي في ألم. عبد الواحد؟ نعم. كيف وقع الحادث؟ كنت اسوق سيارتي بسرعة 60 كيلو متر في الساعة. فجأة انصدمتني السيارة من الخلف. فجأة؟ أنا أعتقد أنه كان مخمورا. مخمورا؟ إن العديد من الحوادث المرورية القاتلة والخطرة يسببها أشخاص يتعاطون الكحول وللأسف. هذا ما تفعله الخمرة السكران أضرار كثرة تودي بحياة الإنسان وإذا ما ساق السكران يحفر في سرعته قبرا. عين سبعة الرجاء أرسل سيارة إسعاف الدعية قطعة 4 شارع متوسط. نعم مخمور، فالخمرة تشل الوظائف الحسية والحركية لدى السائق وتضعف مقدرته على مواجهة الأخطار الطارئة التي تصادفه في الشارع. بسبب الخمر بسبب الخمر. Thank you.
تأخذ مهارة السائق بالنقصان والتدهور عندما يصل تركيز الكحول بالدم إلى 50 ميليغرام، ويزداد احتمال تعرضه للحادث 25 مرة عندما يصل تركيز الكحول في الدم إلى 150 ميليغرام، ويصبح وقوع الحادث مؤكداً 100% إذا قاد السائق سيارته والتركيز الكحولي في دمه يصل إلى 200 ميليغرام. الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق.